الراجل ده كان بيأذي جيرانه بأغرب طريقة ممكنة في أمريكا. راجل مسلم اسمه عبدالله، بيعيش هو وعيلته حياة متواضعة في كاليفورنيا. في يوم من الأيام عبدالله بيحس بوجع شديد في بطنه، مش قادر ياكل، ده غير إن مراته وبنته بيحسوا بنفس الوجع. الموضوع استمر شهور طويلة، عبدالله حاول يعمل فيها كل حاجة، جاب سباك يشوف المواسير يمكن المية اللي بيشربوها فاسدة، جاب ناس تفتش في الحيطان يمكن يكون في عفن ولا حاجة هو اللي عامل كده، لغاية ما عبدالله قرر إنه يحط كاميرات في أنحاء الشقة كلها وعلى باب الشقة. فجأة وهو بيفتش في الكاميرات بيلاحظ ان جاره شاب اسيوي اسمه لي، جاره ده فجأة مرة واحدة بيقف قدام باب البيت بشكل مريب، بيطلع حقنة من الشنطة بتاعته وبيحقن الحقنة تحت عتبة باب البيت. بعد ابلاغ الشرطة والقبض على لي بنكتشف انه طالب بيدرس كيمياء في معهد في امريكا. الطالب ده بيشتكي من ازعاج اسرة عبدالله، فقرر انه يأذيهم عن طريق انه يحقن حقنة فيها مادة مستخرجة من الافيون ويحطها تحت باب البيت. المادة دي بتطلع افرازات بتسبب اعياء للاسرة كلها.